زمان عاشق تقديم الخدمات واحاول احاول حل الازمات وانت على فال فال في مقالب كل الحلقات وانت على فال فال في مقالب كل الحلقات انا في خدمة الزملاء والاهل والاقارب والله انا في خدمة الزملاء والاهل والاقارب انا في خدمة الزملاء والاهل والاقارب الزملاء يا ناس والأهل والأقارب الله والله أنا خدمة الزملاء والأهل والأقارب أنا نعم جمعة في خدمة الزملاء والأهل والأقارب لكن أصبر يا جمعة أصبر أصبر يا سلمان انزل تحت تحت في الأرشيف يا جموع انزل تحت 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 في الأرشيف في الأرشيف في الأرشيف تنزل تحت 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 يا جموع تنزل تنزل تحت تحت في الأرشيف يا جموع يا عمي الحياة الزوجية محتاجة لها تجديد باستمرار محتاج ان الزوج والزوجة يحسوا انه توهم بعدهم عرسان جدد ايه يا جماعة خلاص يا ولدي اللي مثلي انا يا ولدي قطار العمر توقف عنده زين يا عمي الحق القطار الثاني تعرف يا ولدي لو لا كنت يا جماعة نعم ما كان حد بيرفع عني الله يخليك ان شاء الله يا الله ولا يهمك يا عمي مشكلتك انا بحلها مثل ما حليت مشكله اللاعب لا انت يا عمي مشكلتك غير انت مشكلتك حلها بيدك كيف يعني شوف يا عمي انت يا عمي لازم تعيش حياتك ايه نعم تعيش حياتك تسمع موسيقى تسافر والله علي يا عمي لو في احراج يعني انت لازم تعيش قصه حب حب وهميه يعني بعدني ما فاهم وضح شوف يا عمي انت لازم توهم نفسك انك انسان تحب تعيش في جو حالم رومانسي خلي مريم تحس فيك انك شي شغلنك عنها ساعات بتتحرك فيها الحبال الانوثيه انت ايش قاعد تقول انت اي نعم يا عمي ما يشعل الحب للغيره اقرا اسمع موسيقى البس عدل تعدل تكشخ اتذكرت اي نعم لا تخلي حياتك على وتيره واحده يا عمي ساعات بتحس انك رجعت شباب مره ثانيه الله يا جمع والله كلامك حلو نعم حلو مريح حاكم وبعدين عارف يا عمي بس بعدني حاير مع هذاك الخرتيت انا طايح في طيحه وهو ولا كانه يا ترى سامه الحين ايش مسويه مسكينه خير انت وصلت ها انتي بعد غلبوك في المباراة ولا كيف؟ تعرف بس لو طحت في في يدي مو اسوي بك ايش بتسوين بعد؟ ايش بتسوين؟
قطعك نعم قطعك. يعني هو طلع الحرفيج بتطلعين الحرفي انا عاد الحين؟ انت مو قلت له وخليته يطلع الحرفي انا؟ انا ما قلت له شيء. جمعه قول الصدق، انت مو قلت له؟ انا قلت له يعني ولو اني ما كنت اعرفه، قلت له انك انت انسان ما عندك احساس وطول وعرض ببلاش وما تسوى بيس. طبعا ما يسوى بيس يا مدام، هل واحد متزوج وحده مثلك رقيقه وطيبه يلعب وينطع الحبل مثل الصغيرين الجهال؟ هاي تعال تعالي، كيف تجرها الوحش هذا وكسرك وضربك ذي؟ ليش؟ جمعه ها؟ سكت احسن لك عني ولا تذكرني ولا بقطعك تراني. بس خلاص انا لقيت الحل. الله يحلك من الدنيا، قول امين. امين. بس سمعي كلامي، شوفي المره هذيك خابت، هذه المره بخلي يجيك يحبي ويترجاك ويقول لك مثل ما قال روميو وجولييت احبك وانتحر ومات عشاك انت قبلهم. نبي اقول امين. لا اله الا الله، امين. المهم هذا زوجك ما تنفع معه الا طريقه واحده وبس. ايش هذا الطريقه الواحده؟ سمعي ايه، قولي له انك ما تحبينه وتكرهيه. اي نعم، وسمعي موسيقى ولبسي وكشتفي. الظاهر يجمعوه تبغى تكسر لي بعمري، ما يسدك يديني ومكسرنها. سوي يا ابوي، سوي مثل ما قلت عمي صالح. سوي سوي. من ذا عمك صالح؟ زوج مريم. لا سقمي. ومن ذا مريم؟ زوجة صالح. ومن ذا صالح؟ زوج مريم. الله يهديه. جمعة نعم قول امين. امين. عسك انور ابو 16 تاير يدوسك. يدوسك اقصد، ما يهمني انا مأمن ضد الغير، ايش يهمني؟ جمعة اشوفك انك بتطير لي بمخي. سمعيني يا مدام سمعيني. اسمعني انا بسمعك بس من غير عم موتك مريم ولا عمك ذا بتقول بصالح. شوفي زوجك هذا ماخذ المسائل ببساطة وشايف انك مهتمة فيه اكثر من اللزوم. اي نعم، حتى وهو مهزوم ما تقولي له شيء. يا اخي غيري غيري، سوي شيء ثاني. جمعة تعرف ما انا اتمنى؟ مو اتمنين ان شاء الله ينقلوك يودوك ذاك فرع ابو صلاله. قول حال مو قول. ليش؟ عشان ذي الشي فصاني ما اشوفها مرة. يا ريت ودوا نصارى هناك بعد خريف وبرتاح وخضرة. ابوي شوفي هذا زوج ماشي الا طريقة واحدة، اذا طلب منك اكل قولي روح اطبخ بروحك. اي نعم، وبعدين انشغله عنه، خليك من شغله مثلا تقرين طالعين الفيديو تشوفه افلام، وخلي عمرك انك تحبين ابطال القصص. ولو تذكرين بعد بطل واحد من الابطال اللي تشوفينه قدامه كان بحد خلاص تشغل الغيرة فيه وتخليه يحس. جمعة اتمنى يفرموك نعم في شركة المطاحن. المهم انا قلت اللي علي وانت حرة. يا رب انجنا يا رب، يلا نجنا يلا. من من؟ ولا عشان الترقية والمكافأة طارت منك؟ هاي مكافأة هاي ترقية، خليني اول شيء استلم راتبي وبعدين ادور على الترقية والمكافأة. صباح الخير يا انس نجوى. ارجوك لا تكلمني وخليك في حالك. اوه انت الظاهر زعلانة علي كثير اليوم. طبعا لانك متهاون بحق نفسك. انا مستغربة لما كنت مدير عام غيرت اشياء كثيرة والحين ساكت حتى على اقرب الحقوق لك. يا انس نجوى انا. يا جماعة اللي يسكت عن الغلط يعتبر مشارك فيه. وين ثقافتك؟ وين شجاعتك؟ وين جمع الرجل اللي قدر يغير اشياء كثيرة ولما حس انه في مكان ما تنقصه غير الغيرة والصدق؟ وقال لها بكل صراحة وشجاعة وجرأة: أحبك 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 أحبك. لا أنا ما بسكت. نعم ما بسكت، أنا بدخل عليه كله ولا السكوت عن الحق. هذا اللي كان لازم يحصل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الظاهر هذا بيسوي مصيبة. بس لا، هذا لو فنشوه مين بيخلص لنا الشغل؟ كفاية يا ناس كفاية. ما يصير ما يصير ما يصير. ألو المزرعة؟ أيوة ناس الخير. إيش؟ الخيل موزة ماتت؟ هذه أغلى خيل عندي يا ناصر. مرحبا جماعة. جماعة جماعة يسار يسار. وزعلني انت بعد.
أن يكون النار. اسمح لي يا أستاذ سلمان. أنا أريد أعرف موزة ماتت كيف؟ كيف ماتت؟ إيش؟ موزة دعمت سيارة الشحن؟ أنت عارف؟ عارف موزة هذه بالنسبة لي إيش عارف؟ معقولة؟ موزة جوية المدير العام ماتت؟ سبحان الله، ما دايم إلا وجه الله. موزة! موزة ما غيرها! لا حول ولا قوة إلا بالله، مسكين بيتجند. نسى كل اللي صار له من جبس وعاهة ونزول في الأرشيف، لكن العشرة مات صحيح. حادث فظيع فظيع. ايه لحظة شوية. أقول أنت تارك شغله وجاينا ليش؟ ما شايف المصيبة اللي أنا فيها؟ مو جاي تسوي، قول لي مو جاي تسوي. لا خلاص الله يكون في عونك يا أستاذ. خلاص. ألو. نعم طبعا جاي المزرعة علشان أعرف موزة ماتت كيف؟ كيف ماتت موزة؟ هذه أغلى موزة عندي يا خشب. إيش هالبلية هذه؟ البقية في حياتك كنا لها. شد حيلك يا أستاذ، كنا لها. ما بقى الباقي والله وجه سبحانه وتعالى، البقاء لله سبحانه وتعالى. بس شد حيلك يا أستاذ. حول لا قوة إلا بالله. سمعوا، الله يكون في عونك. اسمعني زين، أنا لازم أجي المزرعة علشان أدبكم. أنتوا ما مهتمين بالمزرعة أبدا. أقف أنت بالله عليك، أنت مشرف مزرعة، كيف تخليها تطلع كيف علشان تموت في حادث؟ كيف ما تعرف إن هذه الخيل موزة غالية علي كثير؟ ها أنتوا ناس غجر وما تفهموا، وأنا جايينكم علشان أخرب بيوتكم. مع السلامة. ما عرفوا إن هذه الخيل موزة غالية علي؟ ما عرفوا؟ بيرفع في الضغط. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. موزة؟ 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 موزة حياتي؟ إيش قلت؟ لا ما قلت شيء. إيه دنيا، ما باقي إلا وجه الله سبحانه وتعالى. بس كيف؟ ترى الله يسلمك كانت ماشية وسرحانة في سوالف زوجها. نعم ولا بسيارة وطخ. منك لله يا سلمان، منك لله. موزة مسكينة تلقاها الحين فرحان عشان يورثها، إيه وبيصير كل شيء ملكه. إيه صح، لو قالوا مصائب قوم عند قوم فوائده. حسان. إيه بس أنت متأكد يا جماعة؟ قلت لك سمعت بنفسي. ألو. نعم. إيش تقول؟ كيف ما مدرس في جدول الأعمال؟ كيف؟ أنا متفق مع أعضاء اللجنة كلهم. اسمع، أنا جايب نفسي. يا إما يتم هذا المشروع يا إما بيكون كلام ثاني. أيوة يا رئيس اللجنة، هذا الكلام ما علي أنا. مع السلامة. كلام فاضي. لا أنا أروح وأتأكد. معقولة؟ سالم زوجي، قصدي موزة، تموت؟ ايش هذا اللي يصير هذا؟ انا وحدي ما مصدق نفسي. ايش اللي استوى يعني؟ وحدي كيف يعني؟ كيف يصير؟ كيف يعني يصير؟ وين الشنطة؟ وين؟ اي شنطة؟ روح جيب شنطة. حاضر. لا 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 لا، انا ما مصدق هذا اللي يصير ابدا. هذا شيء مستحيل. هات شنطة. شيء مستحيل، هذا شيء مستحيل. ايش هذا اللي يصير؟ ايش هذا اللي يصير؟ انا ما مصدق ابدا، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الظاهر الرجال تكنن. اي نعم، ما تحمل الصدمه وصار يكلم نفسه. ان لله وانا اليه راجعون، ان لله وانا اليه راجعون. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. موزه مسكينه، مع ان صحتها كانت واجد زينه. الناس اعمار والله. دنيا فانيه، اكيد انت متاثر جدا يا جماعه. وحد يفرح في الموت يا فهي. يا جماعة ما رأي نضيع هذه الفرصة، لازم نستغل الوقت. خبر وصل لغاية عندنا. صحيح، إذا ما تعرف تعبر خبر. حيتكلم هذا الأسلوب بالله عليك. اللي أنا مستغرب له، كيف هي ماتت؟ قلنا لك يا أخي حادث سير، سيارة نقل وهوب. يا يعني خلاص، فلوس وذهب والماس
ما تبيجي كل هذا الوقت وبتكون كل الأشياء عندي. ليش ساكت يا جماعة؟ أنتظركم تخلصوا كلامكم علشان أقول المفيد. وإيش هو المفيد عاد؟ نروح المزرعة ونلحق أستاذ سلمان ونقوم بالواجب معه. تمام، إذا كلكم تروحوا معي بسيارتي. لا أروح بسيارتي، يعني ليش بسيارتك أنت؟ سكت، عشان نوصل، عن الفضايح. حسبت شيء ثاني أول. أنا شخصياً ما أقدر أجي معاكم. ولا أنا. ما مهم، من بلغ تعازيكم إن شاء الله. أي عند الفوائد يتهربن. المهم يا جماعة، احنا نروح المزرعة ونمر على أهل البلدة ونخبرهم يجي عزو سلمان هناك. لا، والحين تلقى كل الناس عارفة. هذه قرية ما مدينة. ما مشكلة يا أخي، اللي عرف عرف واللي ما عرف بنعرفه. المهم كل الناس يكون عندها خبر، والخبر على كل لسان، ونكون احنا بهذا الدين اللي علينا ودينا الواجب. يلا رحنا. يلا خلا. انت ما تقولي مو جالس تسوي؟ جالس العب رياضه ما تشوفي؟ يمكن. اصلا انا شباب والعب رياضه احسن منك انت يا العيوز يا الخرفانه. يا رب ريحني وشيل حني. يا رب يا مجيب الدعوات استمع لدعائها وشيل. كيف يعني جالس تدعي علي يا شيب انت؟ والله انت اللي تدعي على نفسي، ربنا دعيت عليك. انا ادعي على نفسي واكره اللي يقول امين. امين. صالح. فاطمه. خير يا امي، خير اسلام. خير شوف يا ابوش يلعب رياضه. يلعب رياضه. شوف بنتك كيف جالسه تضحك على المسخره اللي انت مسوينها. بقره طالع على امها. صالح. نعم مريم. قصدي نعيمه. نعم مريم. نعيمه. اشوفك حتى في اسمي قمت تلخبط. 1 2 3 ابا. 1 2 3 قدر عنك. 1 2 3 قول لي من هذه نعيمه. يا امي ما كذا، بهدوء شويه. هدوء. كيف بهدوء؟ ما تشوفي انت هذا مو جالس يسوي؟ لا اكيد هذا الشيب شايف الا شيف النعام. ولا من هين هذه الرياضه؟ بقي رياضه ذا بعرف انا. ها قول لي تكلم. ها نبح سن على الهم والغم اللي انا عايشينه. 1 2 3 وي لحظه انت من متى تلعب رياضه؟ والله يا بنتي انا رياضي قديم، نعم، وجايب ميداليه في رفع الاثقال لما تزوجت امك. بدل ما ارفع اثقال راوتني جهنم الحمراء. لا تفوحني دمي يا صالح. يا ريت صالح. زين ابوي زين، اي رياضه حبيتها اكثر؟ والله يا بنتي انا كنت رياضي قديم الا لعبه واحده ما قادر انساها، اللي هي بعت اللقف دوم وكره الطايره. ابا اكبس. وليش ما قادر تنساها ابوي؟ ذكرتيني، مرة كانت عندي مباراة وتهاوشت مع أمك، نعم، ومسكت كرة الطائرة وقلت أطيرها كون ما حد يشوفها. وطارت. شوفيها واقفة مثل العمود قدامك. 1 2 3 زين، على إذنكم أنا عندي موعد مهم، بروح أخذ لي حمام صاخن وأتعطر وأتشيك وأتهندم، ومع السلامة. 1 2 مع نعيمة. أي نعيمة هذا؟ الله يهديك عسامة. أي نعيمة؟ يعني في واحدة ثانية غير نعيمة؟ لا أبوش هذا ما صاحي، يبغاني مرة صاحي أنا. إنزين اهدي شوية، اهدي بس. كيف أهدي؟ لين متى؟ ما تشوف أبوش الحركات اللي جالس يسويها؟ يعني إيش سوى أبوي؟ إيش سوى؟ قولي لي. جالس يلعب رياضة. إذا أنت زعلانة روحي العبي رياضة مثله، لا هو عيب ولا حرام ولا بيقول لك شيء. أنا ألعب رياضة؟ أنا ألعبي؟ ألعب؟ إيوه ألعبي. والله 1 2 لا ما كذاك. يلا لا بارك فيك يا صالح. انت ليش تبكي يا جماعة؟ انت ليش تبكي؟ لاني ما اقدر اتحمل المواقف المحزنة يا جماعة. ها؟ ايش تقول؟ كلهم طلعوا قبل نهاية موعد الدوام؟ كيف حصل هذا يعني؟ يلا بس يلا مع السلامه. كيف ما بيطلعوا قبل؟ بيطلعوا ما دام حضرتك المدير العام وطالع قبلهم، فلا تلوم الموظفين الصغار. ايوه انا المدير العام،
لكن انا الله يسلمك رحت اللجنه علشان اشوف المشروع وجيت على هنا على طول. جيت هنا على طول ولا ايش يعني يا موزه؟ ولا ايش يعني انت الحين قاعده تدوي المشاكل باي طريقه من الطرق علشان نتهاوش ما كذاك؟ هذا انا قدامش شوفيني قدامش هذا شوفيني متغير فيه شيء؟ شيء تغير فيه يعني؟ ما بيتغير فيك شيء ولا بينقصك شيء طالما عايش بفلوسي انا. بعدين تعال تعال انت ما كان المفروض تروح اليوم المزرعه علشان تشوف الخيل اللي ماتت؟ ايوه قصدش موزه. وبعد سميتها موزه يعني من معزتك لي؟ لا طبعا انا سميتها موزه ولا انت يعني؟ ايه يلا 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 عن اذنك عن الخريط وايد. وعلى هين ما شاء الله قولي وين رايحه؟ ليش وانا ما قلت لك ان اختي مريضه بروح ازورها وانت لا تتحرك انثبر مكانك هنا انطب في البيت الين اجي؟ انا تراني موجودني وانا اروح بعد. هدى هدى اي صحيح ايش صار في موضوع جمعه؟ جمعه وهو انا في عندي اعز من جمعه. وحضرتك ليش ما اخذ على جمعة يعني عشان كشف على عيبك وخرابيطك؟ بس خلاص خلينا نشيل الكلام الحين وروح بشغلش يلا. ايوه ما انا جاهزه. مع السلامه ابوي. مع السلامه يلا مع السلامه يا اللي سموك زوجي. جمعة هلكونا بجمعة عذبوني بجمعة والله العظيم. الله يستر بس الله يستر. يعني أنا دائما أحصل هذا جمعة فوقي في كل مشكلة من المشاكل أشوف هذا جمعة قدامي. الله يصرفك يا جمعة. هذه المزرعة جمعة؟ هي المزرعة هي. حتى البدار ما موجود. هل هي السيارة؟ والله ما أدري. يا جماعة الظاهر يمكن المعزين بمسقط ناقص زمان معزين بمسقط بيته. أنت ما قلت إنه توفت في المزرعة؟ أنا سمعته هو يقول كذا. زين ليش الناس ما موجود يا جمعة؟ ما عندك خبر ولا كيف؟ على كل حال انا الخبر اللي نشرته واكيد الناس الحين بيروحوا يعزوا سلمان قابلنا هناك يلا نسبقهم. غريبه كيف يعني تكون توفت في المزرعه والناس ما عندها خبر؟ اخي الناس الحين في احوالها بعد الله يهديك حسان. ويمكن بعد صار لها الحادث ودوها المستشفى وماتت هناك الله يرحمها. ويمكن بعد يعني هي مسنا من يمكن بعد ايش يمكن يلا روح يلا قبل يجينا الليل وننام يلا 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 بركوه يلا سوق هي سوق اوه. سلمان الحين مسوي عزيمة كبيرة عشان الناس الكبارية اللي يروحوا يعزوا. إذن هذه فرصتنا. نعم الفرصة الأخيرة. الحين اللي يسمعكم يقول أنكم عمركم ما أكلتوا شيء أبدا. مالكم أنتم مالكم كذا؟ المهم في ذبح ولا لا؟ ما اشوف سيارات ما اشوف ربشه ما اشوف اوادي مني صح كيف كذي ما اعرف والله. انت خل داخل يلا نشوف احنا بروحنا يلا تعالوا داخل مفتوح طبعا يكون مفتوح على اساس الناس تدخل على طول. ايش هالعز ايش هالعز تعالوا حتى مزهريتهم ذهب. نعم اسمي عز نعم عز إيه فلوس
اخبارك اخبارك يا سعيد؟ ان شاء الله ان شاء الله. بتقي هي يا سلمان هو عليكم. اه بسكم حسد بسكم الحسد مرض والحسود مثل المجنون. فال الله ولا فالك يا اخي فال الله ولا فالك. زين خلاص كفايه يلا سكتوا بس كفايه. اقول جمعه نعم. جمعه انت متاكد من الخبر؟ اقول لك سمعته بنفسي وبعدين وهو رايح قلت له البقيه في حياتك بعد. اذا الخبر اكيد. نحن ما شفناه ماشي ويكلم نفسه. اي نعم. لكن يا جماعه انا ما احس ان هذا جو عزاء. ماشي ناس ماشي ربشه عزاء. لكن بيت الحل ترى. هي هي نعم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ابي اعرف انتوا كيف طلعتوا من الشركه من وقت وجيتوا عند البيت؟ مو سبب استاذ سلمان البقيه في حياتك. بصراحه نحن تلقينا الخبر ببالغ من الاسى والحزن. اي والله البقيه في حياتك. المرحومه كانت غاليه علينا. نعم غاليه. شد حيلك استاذ سلمان شد حيلك. نعم شد حيلك. ما تعرف الرجال اللي عند الشدايد. انا طبعا ما اتكلم عنك اتكلم عن جلدك وصبرك في المحن. الله مين اللي ميت يا جماعه؟ احنا الحين جينا من المزرعه وعرفنا ان المزرعه. وانتم كيف عرفتوا؟ المرحومه كانت غاليه علينا. نعم نعم موزه موزه. شوف كيف فرحان. فلوس ميراث فوق كبد الحين. اضحك اضحك استاذ اضحك. ما حد ماخذ منها شيء. يلا بالحقيقه موزه هذه غاليه علي واجد. وكانت خيل عظيمه. خيل ونعم التشبيه ونعم التشبيه. على كذا عجب الاستاذ سلمان حصان. لا 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 شوف 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 بديت تقول خرابيط بديت تغلط. انا قصدي يعني ان في الشدايد والمحن في قوه الحصان يعني في صبر الجمل. ايش هالكلام ايش هالخرابيط اللي قاعد تتكلمها انت يا دك يا خصف. حزف نفسنا انها ماتت في حادث يا استاذ سلمان. نعم 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 كان حادث فظيع. وانت ليش خليتها تروح وحدها؟ ليش مسكين ايش خليتها تروح وحدها؟ ليش ليش مين هي هذه؟ اللي احنا جايين عزيق علشانها. انا ما فهم شيء. اكيد يا استاذ مدير انت بتفهم ايش ولا تفهم ايش. الله يكون في عونك. بس على العموم المساله ما كانت تستاهل انكم تخلوا شغلكم في الشركه وتروحوا المزرعه. انا صاحب الشان لحد الحين ما رحت المزرعه. ما رحت؟ الظاهر عشان الميراث. على كل حال يا استاذ احنا حابين نخدمه بس. انا ما مخوفني الا خدماتك هذه. خدماتك هذه اللي تودي في داهيه. على كل حال استاذ سلمان نحن نستأذن. يلا مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. المهم احنا سوينا اللي علينا وخبرنا الجماعه كلهم في المزرعه واكيد الحين بيجونك عشان يعزوا. يلا يلا يا هودا سكت باب الحديقه. هذه موزه زوجتي وصلت. مع السلامة. السلام عليكم يا جماعة البقية في حياتكم. المرحومة بسم الله الرحمن الرحيم. وي وي غير شوفي مو علام هنا انا محتدين كذا. اي 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 ايش اللي صاير ايش هناك؟ انت المرحومة انت ميتة؟ اي انت. انا ميتة؟ من قال؟ انت ميتة انت المرحومة. وي من قال لي ميتة؟ استاذ سلمان اللي قال الكلام. سلمان تموتني عشان تورثني بالحياة وتصير تلعب لعوبك وتتزوج علي تجيب لي مشاركة. مع السلامة يا جماعة. أنا يا جماعة أتكلم عن الخيل موزة. الخيل موزة فهم. انعدمت الأسماء انعدمت من قلة الأسماء إلى نسمي خيلك موزة. يا شباب من اللي قال لزوجتي العزيزة توفيت الله يطول في عمرها؟ من؟ جمعة جمعة قال. اي نعم جمعة. تعال تعال فقال بكاري زوجتي انا ماتت زوجتي تقتلي زوجتي وهي حية. سيد حسن شباب تعالوا ضربوا له يسحق الظلمة ضربوا قتلوا له حياتي لعنوا ضربوا زيدوا زيدوا اقلعوا له عينه زيدوا ضربوا
ما عليك ما عليك يا سلمان، لما رجعتك الارشيف مره ثانيه ما كنا نجمع. وجنت على نفسها مراقش. عجب يا استاذ، تدعي على الانسان اللي شغلتك وقفت معك، الانسان اللي خلتك في يوم من الايام مدير عام، مدير عام مره واحده. والله حاله حاله. وانت طالبني علشان كده بس؟ والله انا اطلبك في اي وقت يا موظف يا مهمل يا كسول. الله يسامحك بس. وترد علي بعد؟ انا ما ارد عليك علشان انا جمعه. اسمع اسمعني زين، اصلا المدام الحين كرهك وما تريد تسمع سيرتك ابدا، والجدار اللي كنت متدكي عليه خلاص انهد، جدار برلين طاح. لا تفرح واجد لا تفرح. ايش قل؟ لا ولا شيء ولا شيء. اسمع اسمع، مثل ما قلت لك، المدام زوجتي الحين ما تبغى تشوف وجهك ولا حتى تسمع سيرتك. يعني كيف؟ بترجع للعادة القديمة؟ حسن الفاظك يا أستاذ. الله يسامحك مرة ثانية. والله أنا الحين ألعب على كيفي وأسير وجهي على كيفي وأشتغل على مزاجي، وإنت يا شاطر إلزم حدودك وإلا. يا أستاذ سلمان، العبرة في النهاية. النهاية نهايتك والبداية أنا، وهذا أنا نصحتك. عجب عجب، أنا أقول لك الخيل موزة، تقوم أنت تقولهم موزة زوجتي ها؟ وليش ما قلت لحصان سلمان؟ هو ما اسمه سلمان؟ لا لا، هو اسمه جاموس. بايقة ما شا فرق، كل واحد. لا شي فرق. والحين يا سلمان رجع الود القديم مرة ثانية. نعم الحين أرجع إلى ودي وإلى حبي القديم وأتكلم مع عايدة براحتي، عايدة حياتي. ألو عايدة حبيبتي، أرجوش لا تسكر الخط فوشي، الشيمة كان في الشيمة. أنا ما قلتك يا مدام غير اللي شفته وسمعته. هيه هيه توعد، أنا عاد استويت يا جمعة، إنسانة ميتة والله يرحمني وشبعت موته. ما أنا اللي موتك يا مدام، هو اللي أنكر قدامك. يعني إيش؟ أنا بصراحة سمعته يقول لعايدة هذا الكلام. أخ مرة ثانية لعايدة، يعني هو مصمم يسوي اللي في باله مصمم؟ إيش أسوي يا مدام؟ تصدقي أنا سمعته يقول حال عايدة في التليفون إنه بعيد الشر عنك، إنك متي. وقال كذاك؟ اي نعم، هو قال كذا. ليش يعني ليش؟ والله ما ادري، مفروض تفهمي يا مدام على طول، لان سمعت مني كل ما يتصل فيها في التليفون يصك التليفون في وجهه. هو قصده انه يقولها انك يعني انت خلاص بعيد الشر عنك، انت متي، علشان يرجع الود القديم ويتزوجها. يتزوجها؟ انت جنيت يعني ولا كيف؟ انا ولا هو؟ لكن انت المفروض يا جمعة يوم عندك هذه الاخبار يكون توصل لي اياها اول باول. وانا هين حصلت فرصة، هو ما صدق وحصلها علشان ينتقم مني يا مدام. ينتقم منك انت وليش؟ لان انا دائما مع الحق واحب الحق واوقف مع الحق، وسامحيني زوجك هذا ما يحب الحق بصراحة. يعني تو يا سلمان تدوس كرامة زوجتك عشان عايدو؟ تو ذي العايدو بسألك مو من الطبش، من ذي بو ما خابشة وجهها كيف شكلها؟ وانا ايش اللي خلاني اقوم بدور عايده؟ مو علشان اكشفه يا مدام، عشان اكشفه. هو اللي قال لي جيب وحده عجوز تقوم بدور عايده عشان موزه تصدقني. اي نعم، بعدين اتزوجها بدون مشاكل. ايه مو شوفي، هو اللي قال كذاك؟ اي نعم هو اللي قال، مو انا يعني اكذب يا مدام ولا كيف يعني؟ لا حش مكرم عزيز وغالي انت يا اخويا جمعه، بس عاد بالصراحه يعني انا الحقيقه كنت فهمت انك غلط. مدام صدقيني اليوم طلبني في المكتب وحصلته فرحان ويضحك وقال لي خلاص موزة ما تبغى تشوف وجهك بتاتا خلاص. فقلت لا لازم بروح أروح البيت وأصلح كل شيء، لأن أنا بصراحة يا مدام ما أقدر على زعلك، ما أقدر بصراحة.
يا اخوي يا جمعة حشا والله انا ما زعلانة عليك وقلبي راضي. نعم والله انك يا جمعة انك انسان وفي وعندك اخلاص لهذه الشركة، فتفضل اجلس يا اخوي تفضل. الله يعلم الله يعلم اللي في قلبي يا مدام، الله يعلم. اخوي الجمعة؟ نعم. جاتني فكرة، احنا لازم نكربخها ونكسرها على راس سلمانو. طبعا، اذا انا ليش جاي؟ ليش جاي؟ عشان نكربخها. انا اصلا انا في الخدمة، انا يسموني خدام الشباب. عارفك ما تقصر يا جمعة، لذلك انت ايش تشرب؟ اشرب لحم، اقصد اربع خبزات تنور. الايه يا ناس والهان وقلبي في الهوى حيرا. الله. انا يا ناس والهان وقلبي في الهوى حيرا. انا يا ناس والهان وقلبي في الهوى حيرا. انا يا ناس والهان وقلبي في الهوى حيران. انا شفتي شفتي ابوش، يعني امي ما فيها شيء لو فرحان ومبسوط شويه. فرحان ومبسوط هذا يغيظني انا بس. انها اكيد هذا الرجال شايف اللي اشوفه. يعني انت تغاري عليه؟ انا ليش عاد ليش؟ ولا انت بعد شي مصدقه يعني ان ابوش صغير؟ لا بس انا ما تعجبني الحركات اللي قالت تسويها، يعني ما حلوة عليه. يعني شبابة وين؟ شوفي شوفي يا أمي يا أمي يا أمي، الرجال مدام قلبه نابض بالحب فما له داعي كم سنة. الشباب شباب القلب. شوفي يا أبوي شوفي، أنا حاسة أنه رجع 20 سنة لورا، وأنا شايفة نفسي أني عجزت 20 سنة قدام. أنا حبيتك وحبي لك حقيقة، ما أقول إلا الصراحة يا حبيب. أنا حبيت وحبي لك حقيقة، ما أقول إلا الصراحة يا حبيبي. الله. هقابله بكرة دلين وبعد بكرة دلين دلين وبعد بعد 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 بكرة هقابله بكرة دلين دلين. تقابل مين يا شاب يا صغير؟ أقابل أخوي حبيبي. الأغنية تقول كذا. مريم يا حبيبتي يا مريم، يا عزيزة يا مريم، يا الغالية يا مريم، يا أجمل أجمل حلم شفته في حياتي يا مريم. الله الله. وأنت من متى تغني يا شادي؟ شادي؟ أنا شادي؟ هي ما يقولوا شادي فلان وشادي فلان، انت بعد شادي. اي والله صح، ذكرتيني. انا مفروض اغير اسمي. نعم. وبعدين انتوا الحين ليش ما تخلونا نسمع موسيقى؟ ايش هذه الربشه اللي مسوينها؟ لحظه فطوم، روحي اخذي امك داخل وناموا بكير عشان تصحوا بكير. يلا هقابله بكره. الله. وبعد بكره ويبعدي أنا راسي ينفجر. سلامتك سلامتك، ما تشوفي شر. لكن إيش رأيكم في الجزء هذا؟ ما بحلو الصراحة. الموسيقى والكلمات كثير حلوين. حلوين أقول لك أبوي. نعم. أنت من متى تسمع الموسيقى؟ من زمان ومن الحين. الموسيقى نغم، الموسيقى حياة، الموسيقى غذاء للروح. أنا بدون موسيقى يا بنتي ما أقدر أعيش. نعم بسعد، كفاية هم وغم أنا عايش فيه. من اليوم ورايح موسيقى ولا حد هنا وكفاية. نعم. هذا المسجل أنا قفلته، بسك عاد مسخرة ولعب صغيرين. الله. وأنتوا ليش ترفعوا صوتكم؟ ليش ما تخلونا نستمتع بالموسيقى الهادية الناعمة هذه؟ خلاص يلا أنا بروح. عن إذنك يا ميمي، قصدي مريم. حقابله بكرة وبعدي بكرة وبعدي بعدي بعدي بكرة حقابله بكرة. واو ميمي زين، حتى في اسمي صارت لخبط. لكن ما عليك، إن ما سويت لك عاهة مستديمة ما أكون أنا ميمي، قصدي مريم. يا أمي يا أمي قصر الشر يا أمي، الدنيا ليل والناس بتسمع صوتكم من بعيد. وبعدين أبوي ما غلط يا أمي ما غلط. هي بس هذا الكلام ما ينسكت عليه؟ معقولة معقولة صالح يتغير بين يوم وليلة ويقول لي أنا ميمي؟ وأنا اللي أفتكره غير عن كذا، ألها قيورا من تحت تحت ويقول لي أنا ميمي؟ ما عليك، حقابله بكرة.
لا يا مدام، لا 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 لا، اسمحي لي يا مدام، انا انقل اخبار؟ لا 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 لا، لا يمكن يا مدام، لا انا اجيب لك لفتات وهمسات وسكرات سلمان؟ لا يا لا لا يا مدام، لا 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 يمكن، هذه فتنه والفتنه اشد من القتل. الله يهديك يا جمعه، وانت علامك فهمتني غلط، انا ما اقصد كذاك، استريح انت، انا بفهمك، استريح تعال. انا ممكن اخليه يطيح في شر اعماله، لكن افتن لا، انا ممكن اخبرك باخباره وانقلها، لكن فتنه لا لا، انا ممكن اتصنت عليه في التليفون واسمع كل كلمه يقولها على اللي شاغله باله واحفظها واسمعك اياها مثل ما حفظتها، لكن افتن لا 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 يمكن هذا لا 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 لا. حاشاك على الفتنه انت، حاشاك يا جمعه، لكن عاد انا ابغى منك الكلمه هذه اللي قلتها قبل. لا 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 لا، وانا بعد يا مدام. لا لكن عاد لكن عاد مصلحه الشركه فوق كل اعتبارها. اي نعم، مصلحه الشركه اهم شيء، اهم شيء مصلحه الشركه، نعم. لذلك يا جمعه تفضل، هذا الشاكليت حالك. شاكليت ولا شاكليت يا مدام؟ كل الشاكليت. وايش تشرب بعد؟ ها انا توني شارب نص دجاجه بيبسي. بس يا مدام ايش رايك انا اروح انقي سلمان بعد يشربني سودي؟ تو علامك ماكل شوبك ني ومستعجل، انت في بيتي انا تخاف من سلمان؟ احنا بعدنا ما خلصنا كلامنا يا ود الحلال. اقول مو تشرب؟ ولا ايش رايك تشرب نسكافيه؟ نسكافيه نسكافيه، يلا ظاهر عندكم ترشيد استهلاك بن. الله انك 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 عاد يا جماعه ظريف، نعم حقنا يوم يقولوا انك ظريف ودمك خفيف خفيف الوزن. الله يخليك يا مدام، صح نسكافيه يعني نص البن. نعم نعم، يلا نشرب نسكافيه نص قافيه، يلا يمشي بعد لو تخلطونا بالشاي يكون احسن مدام. طماعك انك جماعه، شويه طماع. ان شاء الله جماعه ولا يهمك، انا تو اعمل اوردر للشغالين يعني اخبرهم يجهزوا لك النسكافيه. لكن جماعه تعال اسالك، انت خذيت كل حقوقك الماليه؟ لا والله يا مدام، والله ما عطاني ولا بيس، والله شوف انت، والله يا مدام ما عطاني لا. ولا يهمك يا جمعة لا تقتل، ولا يهمك، ان شاء الله بتاخذ كل مبلغ خصمه منك سلمان. وهذا انزين، وكيف عن راتبك؟ انا يا مدام نسيت، خلاص نسيت اني اشتغل لوجه الله. لا 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 يا جمعة، هذا حقك، ان شاء الله بتاخذ راتبك الكامل مني انا. عجب، انا خايف اقول لك يا مدام بعد ايش اللي سواه معي في الترقية والمكافأة التشجيعية، بس أخاف تقولي لي إن جمعة استغل الظروف، أنا ما بصراحة ما أحب استغل الظروف، يعني ما من عادتي استغل الظروف. حاشاك يا جمعة، أنت ولد ناس، نعم وشبعان فلوس، نعم أعرفك، إن شاء الله بتاخذ كلمة حقوقك المالية مني أنا صاحبة الشركة، سمعتني؟ وأنا حاضر يا مدام، بظل وراه لحد ما أجيب أجله. قصدي يا مدام لحد ما أجيب لك كل أخبار وأمور الخاصة فيه. أي نعم، لكن سمعيني يا مدام عاد أرجوك، أفتن لا، كل شيء عاد ولا الفتنة. ما عليك يا سلمان، يا ودم سلمان، إن ما نزلت قناطور على الباب ما أنا جمعي.
دائما. Come on.